خلينا نتعرف اكتر على المهندس رمسيس ويس غواصف. هو ما كانش معماري وفقط، يمكن الناس من شهرة المدرسة بتاعت الحرانية بقى اسمه ملتصق بيها، انما هو عمل حاجات كتيرة حلوة جدا ومؤثرة جدا غير مدرسة الحرانية. ايوه فعلا، يعني في المجال المعماري هو بنى بيوت خاصة وبنى مدارس وبنى كنائس كتير في مصر، ومتحف مختار، محمود مختار والدي اللي بنيه، وكنيسة المرعشلي وكنيسة ماري جرجس في مصر الجديدة اللي كانت الانتر كونتيننتال القديمة، وبنك مصر القديم، عمل الواجهة كمان بتاع بنك مصر للتأمين، الشرق للتأمين. يعني اللوجو بتاع الشرق للتأمين الجعران العظيم ده تصميم رمسيس ويس غواصف. العمارة اللي على الناصية اللي تحتيها اير فرانس في ميدان طلعت حرب، ده تصميم رمسيس ويس غواصف. كل مدارس الليسيه اللي في مصر تصميم من سنة 35 تصميم رمسيس ويس غواصف. وفي من ضمن كنائس المرعشلي هو صمم شبابيك الجبس المعشة اللي بتحكي حياة المسيح فوق بالألوان. هو استخدم تكنيك قديم بالجبس والإزاز المعشة، وعلم عشان ينفذ الشبابيك دي علم السواق بتاعه التكنيك ازاي ينشر الجبس ويلزق الإزاز عليه، وكان هو اللي بينفذ له كل الشبابيك الملونة اللي بيصممها. وكانت أول كنيسة بتضاء، وبناء عليها حصل على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم أيام سنة 60 جمال عبد الناصر. يعني هو كان شخصية مرموقة في المعمار ومشغولة أكيد باستمرار. المدرسة الحرانية مش من باب الفراغ أو من باب إن هو البحث عن دور لملء الزمن، لا، هو زمنه كان مليان جدا. بس ده كان شغف وإخلاص وحب. بالظبط، وهو كان كل حاجة بتهمه، يعني الخامة، المادة، الفكر، التربية، الثقافة، العلم، المزيكا، فهو كان متعدد الهوايات، يعني كمان كان كل حاجة. بعدين فكره كان الواحد لو عاوز يعمل حاجة، العلم في الكتب، احنا نغذي نفسنا بالعلم اللي في الكتب ونعمل. الواحد لما يعمل بإيده الحاجة بيبني خبرة وبيحقق فكره.